طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة نشوى عاشور، أخصائية نفسية، خبير تنمية بشرية، داعية إسلامية. إن شاء الله الكورس اللي معانا النهاردة أو المادة اللي معانا هنشتغلها النهاردة هي كورس مبسط للصحة النفسية. كورس مبسط للصحة النفسية. عايزة أعرف ايه هي الصحة النفسية او ايه الموضوع اللي احنا هندرسه النهاردة. انت بتقولي احنا معانا كورس الصحة النفسية، ايه هي الصحة النفسية؟ الصحة النفسية هي فرع من فروع علم النفس المتعددة. فرع من فروع علم النفس المتعددة. طب ايه هو علم النفس؟ ايه هو علم النفس اللي الصحة النفسية فرع من فروعه؟ علم النفس هو علم دراسة السلوك الإنساني، علم دراسة السلوك الإنساني بهدف التنبؤ بالسلوك قبل حدوثه أو التخطيط للسلوك، يعني بخطط لما يواجهني من مواقف انفعالية معينة، بشوف أنا هتصرف إزاء هذه المواقف إزاي، أو ضبط السلوك أثناء مواجهة موقف انفعالي معين، مع الأخذ في الاعتبار إن هذه العمليات التلاتة بتصب في بعضيها أو بتوصل لبعضيها. يعني يجوز أن يكون التخطيط قبل الضبط، أو يجوز الضبط قبل التخطيط، أو يجوز التنبؤ يكون آخر حاجة، ممكن يعني أي حاجة فيهم سبق التانية. قلنا أن علم النفس هو علم دراسة السلوك. طيب إيه هو السلوك؟ السلوك بنعرفه أن هو أي نشاط بيقوم بيه الكائن الحي. السلوك هو أي نشاط بيقوم بيه الكائن الحي. لما أجي أدرس كده أو أشوف أو أرصد النشاطات اللي بيقوم بيها الكائن الحي، هلاقي عندي نوعين من النشاط أو نوعين من السلوك. عندي سلوك ظاهر زي الأكل والشرب واللعب والكلام، كل دي سلوكيات ظاهرة. وعندي سلوك آخر كامن اللي هو النشاط الغير ظاهر للكائن الحي، زي التفكير، زي الإدراك، زي التذكر، زي الحب. كل دي بنسميها العمليات العقلية العليا التي يقوم بها الشخص أو يقوم بها الكائن الحي. يبقى احنا عرفنا عرفنا السلوك اللي هو كل نشاط بيقوم به الكائن الحي. عرفنا أنواع السلوك، قلنا عندي سلوك ظاهر وسلوك كامل، وخدنا أمثلة على كل واحد فيهم، وقلنا أن الصحة النفسية فرع من فروع علم النفس المتعددة. علم النفس له فروع كتير كلها بتهتم أو بتصب في مجال السلوك، لكن كل فرع من فروع علم النفس بيهتم بدراسة السلوك من الجانب اللي يخصه. يعني أنا مثلا عندي علم نفس النمو مثلا بيهتم بسلوك الفرد في مراحل النمو المختلف، بيتصرف ازاي على مدار حياته. عندي كمان علم نفس التعلم مثلا كمثال، بيهتم بقوانين التعلم اللي بتوجه الشخص إزاء عملية تعليمية معينة أو عملية تربوية معينة. علم نفس الشخصية بيدرس أنماط الشخصية، أنواع الشخصية، الشخصيات السوية، الشخصيات اللي مش سوية، إيه صفات دي وإيه صفات دي. عندي أيضا علم النفس الاجتماعي بيدرس تأثير المجتمع أو تأثير الجماعة البشرية على سلوك الفرد. علم النفس العصبي مثلا بيدرس العمليات العصبية اللي بتتم داخل الفرد إذا نشاط معين أو إذا يعني انفعال معين، فبتؤثر في سلوكيات الفرد. أنا بقول لك الشخص ده اتصرف وهو عصبي، الشخص ده هادي، ده بارد، مش حاسس بالموقف، او الشخص ده انفعالي، او الشخص ده على طول مجرد ما يتعرض لموقف معين بتلاقيه بيبكي او بينسحب، او فده نشاط عصبي داخلي في الفرد بيترجم كسلوك خارجي.
ايضا عندي علم النفس الكلينيكي. علم النفس الكلينيكي ان احنا كلنا بنعيشه او بنصادفه، اللي هي الحالات المرضيه التي لها جذور نفسيه. يعني بقول لك ساعات مثلا انا عندي قولون عصبي، او انا عندي صداع عصبي، او انا عندي معدتي عصبيه، ده اترجم حاجة نفسية داخلية اترجمت على شكل مرض عضوي، فبالتالي بيهتم بيها فرع علم النفس اللي بنسميه علم النفس الكلينيكي او علم النفس السريري. عندي نوعيات تانية من علم النفس، علم نفس فضائي، وعلم نفس حربي، وعلم نفس جريمة، وعلم نفس اقتصادي، وكمان في علم نفس ديني بيدرس الجوانب الدينية اللي بتؤثر على نفسية الفرد او سلوكيات الفرد. بنلاقي ان علم النفس بيدخل في دراسة جميع مجالات او جميع نواحي الحياة الانسانية. طيب موضوع دراستنا اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة بقى اللي هو الصحة النفسية، احنا قلنا ان هي فرع من فروع علم النفس، وقلنا ان انا عندي فروع كتير في علم النفس بتهتم بجوانب مختلفة من السلوك او من جوانب الشخص النفسية. طيب انا عندي علم النفس بقى او الصحة النفسية كفرع من فروع علم النفس بيهتم بايه؟ علم الصحة النفسية هو العلم اللي بيهتم بمشكلات التوافق عند الاسوياء وغير الاسوياء. يعني ايه التوافق؟ يعني ما هو السلوك الذي ينهجه الشخص تجاه انفعال معين؟ هل بياخد شكل سوي ولا شكل غير سوي؟ طيب اذا اخد شكل غير سوي، ايه هي الاضطرابات السلوكيه اللي بتصاحب هذا الشكل الغير سوي من هذه رده الفعل؟ او ايه الاضطرابات النفسيه اللي ممكن يحصل للشخص اذا رده الفعل الغير سويه للموقف المعين اللي اتعرض له؟ يبقى بيهتم بعمليه توافق الفرد مع نفسه، توافق الفرد مع المجتمع المحيط به، اذا الانفعال المعين او كرد فعل لانفعال معين. علم الصحه النفسيه بيعتبر علم تطبيقي من العلوم التطبيقيه، يعني بيطبق في كل مجالات الحياه. فبيطبق كجانب وقائي في الاول، يعني قبل حدوث السلوك المعين بيهتم بتذليل العقبات، يعني بيهتم ان انا اخلي انفعالي انفعال سوي ازاء الموقف المعين. المفروض ان انا بسستم نفسي او بكيف نفسي ان انا يكون عندي ردة فعل معقولة ناحية الانفعال المعين، اتزان انفعالي معين ناحية الانفعال المعين، او بيهتم بالجانب العلاجي اللي هو بعد حصول السلوك وردة الفعل لو حصلت مشكلة معينة او ما قدرتش اتكيف مع الموقف اللي انا اتعرضت له، فبيهتم بالجانب العلاجي، سواء كان جانب نفسي حصل لي اضطراب نفسي معين، او الجانب الطبي اللي احنا اتكلمنا عليه، او الجانب الاجتماعي. فعلم علم الصحة النفسية بيهتم بهذه الجوانب، سواء جانب وقائي قبل حدوث الفعل، او جانب علاجي بعد حدوث ردة الفعل. علم الصحة النفسية زي ما احنا شايفين بنلاقي ان له علاقة بجميع فروع علم النفس الاخرى. يعني مثلا بيتعلق بعلم نفس الطفولة ان هو بيهتم بمرحلة الطفولة، وبيهتم بالعوامل اللي حصلت في مرحلة الطفولة او بالحاجات اللي حصلت في مرحلة الطفولة كأحداث تدخل ضمن تكوين سلوك الشخص. لان انا عارفة ان سلوكياتي وانا راشد هي نتاج عمليات حصلت على مدار حياتي كلها. فعلم الصحة النفسية بيهتم بما حصل ليا من ترسبات في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة مثلا، علشان كونت شخصيتي بعد ما أصبحت راشد. كمان بيهتم أو له علاقة بعلم النفس الاجتماعي، يعني بيهتم بكيفية تحسين العلاقات الاجتماعية اللي بتصل بالشخص لحالة التوافق أو التعايش مع المجتمع. عشان كده بتشوف ان من اهم اهداف الصحة النفسية الوصول بالشخص الى التوافق الذاتي والتوافق المجتمعي. يعني معنى كده ان الصحة النفسية هي حالة ادارية موضوعية ذاتية. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه ادارية؟ ادارية يعني انا بديرها من داخلي. ذاتية يعني الشخص نفسه يستطيع ان يدرك انه عنده صحة نفسية ولا لا.
انا حاسس ان انا متوافق مع الناس اللي حواليا ولا لا، مع نفسي ولا لا، انا متصالحة مع نفسي ولا لا، راضية عن نفسي ولا لا. موضوعية يعني الاشخاص اللي حواليا او المجتمع اللي حواليا يستطيع ان هو يدرك هل انا عندي صحة نفسية ولا لا، يعني انا متوافقة معاهم ولا لا، متعايشة معاهم ولا لا، متقبلاهم ولا لا. يبقى اذا الصحة النفسية حالة ممكن اشعر بيها انا نفسي كفرد، وممكن يشعر بيها الناس اللي حواليا. بنقول ان الصحة النفسية علم بيهتم بكل نواحي الحياة. طيب يبقى على كده له علاقة مباشرة بعمليات التربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى له علاقة مباشرة بمراحل التربية المختلفة، لأن احنا بنقول بيهتم بشتى نواحي الحياة. طيب الصحة النفسية المفروض إنها تكون هدف أساسي من أهداف العملية التربوية على اختلاف مراحلها وصورها. يعني المفروض إن أي وسيلة تربوية بتحط في اعتبارها إنها بتخرج لي شخص يتمتع بصحة نفسية، لأن مفيش تربية صالحة من غير الوصول بالشخص لحالة من السواء، حالة من الصحة النفسية، سواء كانت التنشئة الاجتماعية على مستوى المجتمع كله، أو تنشئة داخل الأسرة، أو تنشئة في المدرسة. كل دي المفروض إن هي تحط في اعتبارها الوصول بالشخص إلى حالة من السواء النفسي أو الصحة النفسية. طب لما أجي كده أشوف يعني إيه صحة نفسية؟ إحنا عمالين ندور حوالين الكلام من ساعتها. يعني إيه صحة نفسية؟ إيه مفهوم الصحة النفسية؟ قبل ما اتكلم على مفهوم الصحة النفسية، أنا عايزة أقول إن الصحة النفسية تحديدا كعلم من فروع علم النفس، علم بيحظى باهتمام ناس كتير قوي، أو علم مشوق لناس كتير. إيه ليه مشوق ليه؟ لأن أنا لما أعرف إن في حاجة اسمها صحة نفسية هيكون عندي حماس وشغف إن أنا أعرف يعني إيه صحة نفسية، أعرف مظاهر الصحة النفسية، أعرف يعني إزاي أوصل للصحة النفسية، أعرف معايير قياس الصحة النفسية. كل دي حاجات بتخليني أهتم بهذا العلم، لذلك بلاقي هذا العلم فيه شغف لدراسته، بلاقي هذا العلم فيه الناس عندها حماس إنها تعرف جواه إيه، علشان كده بنقول إن هو من العلوم الشيقة اللي المفروض إن أنا أعرفها في حياتي، مش كعلم أكاديمي، لأ ده علم إن أنا باخده معايا في رحلة حياتي كلها. علشان اعرف الصحة النفسية المفروض اخد في اعتباري ان الصحة النفسية ملهاش مفهوم معين او ملهاش مفهوم ثابت. ليه؟ لان الصحة النفسية بتتعدد وجهات النظر اللي بتتناولها كتعريف. طب ليه بتتعدد وجهات النظر؟ لان قالوا ان الصحة النفسية مفهوم نسبي. يعني ايه نسبي؟ يعني مفهوم بيتغير معياره من مجتمع لمجتمع، أو من مجموعة أشخاص لمجموعة أشخاص، أو من شخص لشخص. فكل واحد بينظر للصحة النفسية من خلال معايير محددة أو محددات هو بيشوفها من وجهة نظره. يعني معنى كده إن العلوم الإنسانية بشكل عام وعلم الصحة النفسية منها ما هياش من العلوم المطلقة الثابتة. يعني أنا أقدر أقولك إن علم الرياضيات علم ثابت، واحد وواحد يساوي اتنين. علم مثلا الكيمياء علم ثابت، ان انا هحط كذا على كذا هيطلع لي كذا. لكن علم العلوم الانسانية كلها بشكل عام ما هياش علوم مطلقة، هي علوم نسبية لان بيدخل فيها محددات كثيرة. كذلك لما اجي اقارن علم الصحة النفسية بعلم الصحة الجسدية او الجسمية، هلاقي ان الصحة النفسية لا ترتبط بمحددات، لكن الصحة الجسمية هناك محددات ليها، ان انا استطيع ان انا افرق بين حالة الصحة وحالة المرض. يعني اقدر اقول لك مثلا الشخص اللي عنده حرارة كذا بيبقى عنده حمى مثلا. الشخص لما بشوف الصحة الجسمية زي ما قلت بلاقي ليها معيار ثابت يفصل بين المرض والصحة. يعني مثلا درجة الحرارة، اعراض المرض، مثلا مقياس الضغط، مثلا اللي عنده ضغط قد كذا يبقى مريض، اللي عنده ضغط قد كذا هيبقى سليم، تحليل بول او تحليل دم، كل دي محددات للصحه الجسميه. لكن لما اجي اشوف الصحه النفسيه بقى مش هلاقي عندي المحددات دي. يعني هلاقي معايير تانية خالص
بتحكمني، في معايير اخرى بتحكمني. ايه هي المعايير؟ المعايير بلاقيها معايير نسبيه غير ثابته. ليه؟ لانها بتحدد سلوكيات الشخص او بتدخل في سلوكيات الشخص. فانا عندي البيئه محدد مثلا لمحددات الصحه النفسيه، الظروف اللي الشخص موجود فيها بتحدد كيفيه التصرف او كيفيه الصحه او مقدار الصحه النفسيه، السن اللي الشخص فيه ممكن انا اصنف تصرف معين او سلوك معين في سن معين ان هو سلوك سوي، وفي سن اخر اصنفه ان هو ما هو سوي. الحاله المزاجيه للشخص، انا ممكن النهارده في حاله مزاجيه مثلا فيها انبساطيه وفيها فرحه اقوم اتقبل سلوك معين، بكره انا حالتي الانفعاليه مش كويسه او حالتي المزاجيه مش كويسه جايه متضايقه نفس السلوك ما اقبلوش. واحنا يمكن كلنا بنشوف الحكايه دي مع اولادنا، انا ممكن النهارده بيدخل ابني او بنتي بيهزر معايا بشكل معين، انا النهارده فرحانه بيه وبهرج معاه وبضحك معاه، نفس التصرف بكره لو عمله وانا حالتي المزاجيه مش مظبطه بروح شاقه فيه او انفر منه او اعنفه على السلوك ده. بيحصل لنا كلنا. عشان كده يا جماعه، علشان بيدخل فيها محددات مختلفه بتختلف باختلاف البيئة، بتختلف باختلاف الحالة المزاجية، بتختلف باختلاف المرحلة العمرية، عشان كده العلماء ما اتفقوش او اختلفوا على المعايير او على المظاهر اللي بتحدد الصحة النفسية. ايضا من الحاجات اللي خلت العلماء غير المدخلات بتاعة الصحة النفسية اللي خلت العلماء يختلفوا في مظاهر الصحة النفسية او في معايير قياس الصحة النفسية، ان مفيش حد فاصل بين السلوكيات المرضية رغم ان احنا عارفينها كلها وبين حالات السواد. يعني انا عندي في الصحة النفسية استطيع اقولك ان انا لو وصلت درجة الحرارة مثلا من 39 ل 40 يبقى الشخص محموم، لو وصل الضغط من كذا لكذا يبقى الشخص عنده ضغط عالي او ضغط واطي. لكن انا بالنسبه للصحه النفسيه ما اقدرش اقول لك لو وصل المؤشر لدرجه كذا يبقى الشخص عنده مرض نفسي، ولو وصل المؤشر لكذا يبقى عنده سواء نفسي. مفيش محدد فاصل او نقطه فاصله بين الصحه والمرض في الصحه النفسيه. يعني لو احنا قلنا ان المحك الرئيسي لتحديد الصحه النفسيه هو خلو الشخص من المرض. طيب بدأ ابص للتعريف ده بلاقيه تعريف واسع قوي بيتصف بالعموميه وتعريف فضفاض. ليه بحس ان التعريف ده تعريف فضفاض؟ لان احيانا في بعض السلوكيات الشاذه انا بصنفها كسلوك شاذ المفروض تصنف كمرض، لكني ما اقدرش اقول عليها مرض نفسي او ما اقدرش اصنف الشخص اللي صنفها على انه مريض نفسي. ازاي؟ يعني انا مثلا لو انا عندي شخص عنده اكتئاب او عنده هلاوس سمعيه او بصريه، استطيع ان انا بكل اريحيه ان انا اصنف هذا الشخص ان هو شخص مريض نفسي. لو انا لقيت بقى شخص عنده فوبيا معينه، شخص بيشوف قطه بيترعب يصرخ بيعيط، شخص شاف صرصار صغير ماشي اترعب، السلوك ده في حد ذاته هو سلوك شاذ، لكن هل اصنفه على ان صاحبه شخص مريض؟ ربما كان الشخص ده تعرض لحالة مثلا وهو صغير قطة خربشته فأخذ انسحبت هذه الحالة معاه طول عمره أنه بيخاف من القطط، أو حد حصل له مشكلة معينة وهو طفل مع صرصار ففضل لغاية ما بقى راشد ما قدرش يعادل السلوك ده أو يقومه. يبقى معنى كده رغم أن السلوك شاذ إلا أنه الشخص ما استطيعش أن أنا أصنف صاحبه، لأ هو ما اصبحش مريض يا استاذه ناهد، هو السلوك نفسه سلوك شاذ، لكن هل الشخص سلوكياته شاذه بشكل عام ولا هو في الناحيه دي بس؟ هي حاله معينه اعترته في موقف معين، لكن اجي ابص لبقيه تصرفاته الاقيها تصرفات سويه، يبقى الشخص ده اساسا ما هو الشخص مريض، يبقى رغم ان السلوك اللي اتبعه في الموقف ده سلوك مريض لكن ما هواش يعني ما هوش الشخص نفسه بكل ما فيه شخص مريض، ما هوش زي مريض الاكتئاب، ما هوش زي مريض الهلاوس. مثلا ممكن الاماكن العاليه بيحصل احيانا خوف، حد وقع من البلكونه وهو صغير مثلا، فانسحب معاه هذا او حد خوفوه وهو صغير انك لو وقفت في المكان الفلاني هتقع او لو طلعت في الاسانسير هيحصل لك كذا.
يبقى الموقف المعين ممكن يبقى فيه حالة مرضية معينة إزاء موقف معين، لكن الشخص سوي ما أقدرش أقول عليه شخص مريض. طيب يبقى أستطيع إن أنا أقول على سلوك معين سلوك مرضي، لكن ما أقدرش أصنف الشخص نفسه إن هو شخص مريض. لكن بالضبط كده، لكن يعني أنا عندي الـ 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 الأمراض الجسدية أو الأمراض الجسمية، أستطيع إن أنا لو أنا صنفت حالة معينة أستطيع إن أنا أقول الشخص ده مريض. يعني حد عنده حرارة عالية، هي حمى وأعراض من أعراض الحمى، يبقى إذا الشخص ده محموم، أستطيع إن أنا أقول عليه شخص محموم، يعني من موقف واحد أو من تصرف واحد. أجي أشوف أيضا محدد آخر بيدخل في الصحة النفسية مثلا. لو أنا شفت بنت، وأنا في مجتمع شرقي محافظ، شفت بنت قاعدة في الكلية بتدخن سيجارة، أنا هقول على التصرف ده إيه؟ تصرف شاذ وسلوك شاذ بالنسبه لي كحد في مجتمع شرقي محافظ. لكن هل البنت دي عندها سواء ولا غير سويه؟ لو انا خدت نفس السلوك ونفس التصرف اللي هو البنت اللي قاعده في الجامعه بتدخن سيجاره، حطيته في مجتمع غربي، هل السلوك ده مقبول ولا غير مقبول؟ يبقى اذا هلاقيه مقبول، مش كده؟ بالظبط. يبقى اذا المجتمع محدد، بيدخل من ضمن محددات السلوكيات السوية وغير السوية. فربما تصرف معين في مجتمع معين، يبقى إذا عادات المجتمع ونظرة المجتمع للسلوك بتدخل ضمن المحددات اللي أنا بحدد بيها الحالة السوية في من الحالة المرضية بالنسبة للصحة النفسية. هديكم مثال قريب كمان بالنسبة مثلا للريف أو المجتمع الريفي. المفروض إن أنا حد ساكن في مجتمع ريفي على الأقل بكون عارفة الناس اللي ساكنة في الشارع بتاعي، فالمفروض وأنا معدية حلقي السلام على اللي هشوفه لأن أنا عارفاهم كلهم. لو أنا ما ألقيتش السلام على حد من الشارع بتاعي وأنا معدية في مجتمع الريف، هصنف إن أنا اتصرفت تصرف شاذ، ده فلان عدى وما ألقاش السلام. نفس التصرف اللي هو إلقاء السلام هاخده كده وأروح بين مجتمع المدينة. مجتمع المدينه يفترض ان انا قاعده في عماره، بيفترض ان انا بطلع في الاسانسير طالع نازل كل شويه. لو انا قابلت حد في الاسانسير رغم معرفتي بوجهه وطالع نازل معايا كل يوم وجيت اتكلم معاه، هيصنف الكلام معاه على انه سلوك شاذ. كيف تتكلم معايا ليه واحنا اصحاب؟ لكن في القريه او في الريف، لو انا ما قلتش سلام عليكم للاشخاص اللي انا عارفاهم كوجوه حتى بس، هيصنف ان هو سلوك شاذ. يبقى اذا المجتمع معتبر من ضمن محددات السلوك. طيب يبقى انا باخد، انا خدت معايا المجتمع، خدت معايا الحاله المزاجيه للشخص. طيب لما اجي اشوف كده محدد اخر من المحددات اللي بتدخل ضمن اللي انا بحدد بيها الصحه النفسيه من الشذوذ النفسي. لو انا عندي طفل عنده سنه، الطفل ده حط صباعه في بقه، بصنفه ان هو تصرف طبيعي، الطفل اتصرف بشكل طبيعي. يبقى انا كده كمان عندي مثلا، لو انا عندي طفل عنده شهور لسه في الشهور الاولى من سنه، لو هذا الطفل تبول لا اراديا، انا بقول ان هذا سلوك طبيعي في سنه كده. لكن لو بقى عنده 10 سنين وتبول تبول لا ارادي، هقول ان هذا التصرف تصرف شاذ او سلوك شاذ محتاج علاج. كل هذه المحددات بتدخل ضمن محددات الصحة النفسية. يبقى أنا عندي الحالة المزاجية للشخص، المرحلة العمرية للشخص، القبول المجتمعي للتصرف المعين. واضح يا جماعة؟ القبول المجتمعي للتصرف، أنا بعتذر لأن هي المشكلة من النت مش مني والله. القبول المجتمعي للتصرف، كل هذه محددات بتدخل ضمن محددات الصحة النفسية أو مقاييس الصحة النفسية أو المدخلات اللي بتحدد الصحة النفسية. يبقى إذا مفهوم الصحة النفسية زي ما اتفقنا مفهوم نسبي، بتدخل فيه مدخلات متغيرة من مجتمع لمجتمع، من حالة مزاجية لحالة مزاجية، من شخص لشخص، من سن لسن بيختلف. علشان كده بيدخل فيها نظرة المجتمع للتصرف، تقييم المجتمع للتصرف، تقييمي أنا كشخص للتصرف، حالتي النفسية إذا هذا التصرف، كل دي محددات بتدخل في الصحة النفسية. عشان كده بتصنف الصحة النفسية على إنها مفهوم ثقافي نسبي.
يعني معنى انها مفهوم ثقافي نسبي، يعني لا يتفق الجميع على نفس التقييم في نفس الاوقات لنفس السلوك، يعني ممكن يبقى نفس السلوك لكن لا يقيم نفس التقييم من كل الاشخاص او من كل المجتمعات في نفس الوقت. يبقى ما ينفعش نسقط المجتمع من الحكم على الظروف. خلاص يا جماعة، احنا وصلنا كده للمحددات اللي احنا قلناها ان احنا بناخدها معانا. يبقى كونه مفهوم ثقافي نسبي جعل له تعريف عديدة. كون علم النفس زي ما احنا قلنا بيدخل فيه محددات كثيرة. طيب بنيجي نشوف كده التعريف اللي عرفوها لعلم النفس، عشان كده بنقول علم النفس علم الصحة النفسية له تعريف عديدة. بنيجي نشوف كده أول تعريف معانا، بيقولوا الخلو من التوتر والقلق. الخلو من التوتر والقلق. ناس تانية عرفته هو شعور الفرد بعدم معاناته من الصراع. يعني قالوا بما ان الشخص متوافق مع المجتمع يبقى هو بيتمتع بصحة نفسية عالية. تعريف تالت قالوا هو حالة تكيف، بمعنى قدرة الفرد على السيطرة على المواقف المختلفة. يعني لو الشخص تخطى الموقف المحبط قالوا كده بيبقى متمتع بصحة نفسية عالية. ايضا عندي تعريف تاني قالوا هي قدرة الفرد على التكامل مع أنماط الحياة اليومية دون أن يشعر بالتعب أو يهدر طاقته. أيضا عندي تعريف تاني ربطها بتقدير الشخص لذاته أو مفهوم الشخص عن شخصيته. أنا لو استطاع الشخص أن يعبر عن شخصيته في المواقف المختلفة بيعتبر صاحب صحة نفسية عالية. يعني ايه؟ اصل انا عندي في ناس ما بتقدرش تعبر عن نفسها، ما بتقدرش ترفض سلوكيات الاخرين، ما بتقدرش تصرح برايها في اقوال الاخرين، يعني انا عايزه اقول زي الامعه، اذا قال الناس قال معهم، ما يقدرش يعبر عن نفسه، ملوش راي، اللي تشوفوه يا جماعه زي ما انتوا عايزين، ماشي اللي انتوا قلتوه حتى لو هو مش مقتنع بيه، بس هو ما عندوش مقدره انه يعبر عن نفسه. يبقى احنا من كل اللي احنا شفناه او من كل اللي عرفناه للصحة النفسية بيتبين ان كل اللي قلناه مقومات للصحة النفسية وليست هي الصحة النفسية. ليه؟ قالوا لان الصحة النفسية بتختلف تبعا للعوامل الداخلة فيها اللي احنا قلناها، اللي هي المحددات اللي دخلت في الصحة النفسية. طيب هل هذه هي المحددات فقط اللي بتحدد الصحة النفسية؟ يعني حالة الشخص المزاجية، المرحلة العمرية، المجتمع؟ قالوا لك لا، ده في عوامل تانية كتيرة بتأثر في الصحة النفسية، عشان كده بنقول إن هي مفهوم نسبي. زي إيه العوامل اللي بتأثر في الصحة النفسية؟ قال لك العامل الأول اللي يؤثر في الصحة النفسية الأسرة. لا، الأسرة؟ ليه؟ الأسرة من الطبيعي إنها تكون أول العوامل اللي بتأثر في الصحة النفسية. ليه؟ لأن الأسرة هي المحل التربوي او مجال الاحتكاك الاول اللي بيقابله الشخص في حياته. طريقة تعامل الاسرة مع الطفل محدد اساسي او عامل اساسي من مكونات الصحة النفسية طيلة حياة الفرد. لو الطفل مثلا بشوف الاسرة، هل بتقبل هذا الطفل داخلها؟ هل الطفل منبوذ؟ يعني ده بيديني ناتج وده بيديني ناتج اخر. الأسرة هل بتدي للطفل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الأسرة بتدي للطفل مساحة من الاستقلال والاعتماد على نفسه، أم هي أسرة سلطوية بتتسلط على الطفل؟ لو كده بيديني ناتج ولو كده بيديني ناتج آخر. هل الأسرة بتفرط في تدليل أطفالها ولا أسرة قاسية بالتعامل بلا رحمة مع أطفالها؟ كده بيديني ناتج وكده بيديني ناتج. يبقى إذن طريقة تعامل الأسرة مع الطفل هي اللي بتديني في النهاية ناتج من نواتج أو نمط من أنماط الشخصية. يبقى أنماط أو أساليب التعامل داخل الأسرة بتؤثر في سلوكيات الشخص فيما بعد، وبالتالي هي محدد أو عامل من عوامل الصحة النفسية أو السواء النفسي بالنسبة للفرد. يعني أنا مثلا لو أنا عندي الأسرة بتدلل أطفالها، بشوف ان الطفل المدلل لو بعد كده كبر وبقى راشد وخرج للمجتمع بيصبح شخص اتكالي، ما بيعتمدش على نفسه، دايما منتظر ان حد يتصرف عنه لان الاسره عودته على كده. فهذا الشخص لما بيخرج للمجتمع ما يقدرش يندمج في المجتمع، ما بيلاقيلوش مكان في المجتمع،
وبالتالي بينطوي على نفسه، وبالتالي بيفقد الثقة في نفسه، وبيشعر ان هو شخص بلا قيمة ومحدش محتاجه. هو يعني لا بيحل ولا بيربط اساسا. لو انا عندي شخص تاني اتعرض لقسوة او لتسلط اسري، بلاقيه شخص خانع منقاد. يعني ازاي؟ انا عندي خير مثال اضربه في هذا المجال بني اسرائيل مع فرعون. يعني احنا عارفين ان بني اسرائيل، فرعون استعبد بني اسرائيل او عبد بني اسرائيل. فلما خرجوا بني اسرائيل وربنا حررهم من استعباد الفرعون، وخرجوا مع موسى عليه السلام وامر، اغمرهم ربنا سبحانه وتعالى ان يدخلوا القريه المقدسه، قالوا له ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. ما عندهمش استعداد لتحمل المسؤوليه، ما عندهمش استعداد ان يكون. طيب يبقى احنا عندنا تعرض بني اسرائيل للقهر المستمر خلاهم اشخاص خانعين ما عندهمش استعداد لتحمل المسؤوليه. فلما خرجوا مع موسى عليه السلام وخلاص هم في سبيلهم لتحمل المسؤوليه ودخول القريه المقدسه، تخلوا عنه وقالوا له اذهب انت وربك فقاتلا، احنا مستنيين النتيجه، روح انت بقى واحنا مستنيين النتيجه. فدول اشخاص خانعين منقادين ما عندهمش استعداد لتحمل المسؤولية. فده بيبين لنا الدور السلطوي او الدور المتسلط في تكوين التكوين الاول للشخص بيديني ناتج في النهاية حد ما عندوش شخصية وما عندوش تحمل المسؤولية. يبقى من المنطلق ده اقدر اقول ان الصحة النفسية مفهوم نمائي. يعني ايه مفهوم نمائي؟ يعني بينمو مع الفرد خلال مراحل حياته المختلفة، يعني بتكون معاه خلال مراحل حياته المختلفة. يعني انا ما ينفعش ان انا انام واصحى اقول لك انا عندي النهارده صحة نفسية، او انام واصحى اقول لك انا عندي مرض نفسي. بعكس الصحة الجسمية، انا ممكن انام واصحى اقول لك انا صحيت عندي حمى النهارده، او انام اصحى اقول لك انا عندي فيروس النهارده، اخدت فيروس برد مثلا او اي حاجة، او حد عطس في وشي مثلا فاخدت مرض معين. لكن الصحة النفسية حالة تراكمية نمائية بتنمو مع الشخص خلال مراحل حياته المختلفة. علشان كده بيقولوا هي من لحظة الميلاد مرورا برحلة الحياة كلها تؤثر في الصحة النفسية، لكن الاتجاه الحديث قالوا من قبل الميلاد. لا هيستطيع ان شاء الله، هيستطيع يا استاذة ناهد، وهنقول يستطيع ازاي ان شاء الله. عشان كده احنا بندرس صحة نفسية علشان نستطيع ان احنا نتحكم في ردود افعالنا ونعدل السلوكيات الخاطئه اللي احنا حصلت لنا تراكميه اثناء رحله حياتنا، فنعدلها ان شاء الله ونتمتع ان شاء الله بالصحه النفسيه والسواء النفسي ان شاء الله. يبقى الصحه النفسيه عمليه تراكميه من لحظه الميلاد، وقالوا في علم النفس الحديث قالوا واثناء وجود الجنين في بطن امه. عشان كده الاتجاه الحديث بيقول ان احنا نكلم الجنين في بطن الام، ان احنا نخلي الاب يتكلم مع الجنين عشان يقلف صوته ويقلف كلامه، ان احنا ما نعملش مشاكل مع الام الحامل علشان الجنين بيتاثر. ديت يعني الاتجاه الحديث. اللهم صل على رسول الله. كمان من ضمن العوامل التي تؤثر في الصحه النفسيه للفرد بخلاف الاسره قالوا المدرسه. ليه المدرسه؟ المدرسة قالوا انها مؤثر رئيسي في الصحة النفسية للفرد، لانها المؤسسة التربوية، لقوا المؤسسة التربوية اللي بتتلقف الطفل بعد الاسرة مباشرة. فربما دخل الطفل المدرسة وهو عنده 3 سنين او 4 سنين، فبتبدأ تشتغل على الطفل الصغير المدرسة كمان. عشان كده طريقة المعلم في التعامل مع التلاميذ، او طريقة المعلم في ادارة الفصل، أو طريقة المعلم في حصص النشاط، بتؤثر بشكل مباشر في سلوكيات الشخص فيما بعد، وبالتالي على صحته النفسية. يعني أنا ممكن ألاقي حد عنده عقدة معينة من مادة معينة، شخص مثلا عنده عقدة من اللغات، تيجي تدوري هو ليه مش فالح في اللغات، أو ليه ما عندوش استعداد يتعلم لغات، ألاقي إن المدرس اللي علمه اللغات في أول تعليمه كان مدرس قاسي، او كان مدرس مش تربوي، او كان مدرس بيتعامل معاه باسلوب كرهه في الماده، فبالتالي صاحب معاه هذا الكره لهذه الماده طول عمره، اتعقد منها مهما جاله بقى من مدرسين. يبقى المدرسه وطريقه تعامل، عشان كده احنا بنقول المفروض ان احنا المدرس او المعلم يخضع لتدريب تربوي عالي علشان يخرج لي منتج صحيح. اما المدرسين اللي بياخدوها بالجدعنه او بالفهلوه كده ما بيدينيش منتج صحيح. واحنا بنشوف في الدول المتقدمة في المراحل الأولية للمدارس بيستعينوا بالأشخاص اللي معاهم ماجستير ودكتوراه،
اما احنا في البلاد العربيه ربنا يرحمنا دايما بنستعين في المراحل الاوليه باي حد، يعني عايزين حد يقرب العمليه كده ويمشيها. يعني المدرسه ممكن بتديني من نواتجها شخص مهدود لا يستطيع اتخاذ القرار، لا يستطيع الاعتماد على نفسه، او ممكن بتديني شخص قادر على تحمل المسؤوليه، قادر على اتخاذ القرار، وان لم يتمتع بذكاء. فالمدرس الشاطر ممكن يعمل من الفسيخ شربات زي ما احنا بنقول، لو عنده طفل مش ذكي ممكن يصنع منه حد يستطيع ان هو يملك جرأة القرار ويملك حب التعلم، او ممكن لو انا عندي شخص ذكي اطلع منه منتج فاشل، حد متعقد، حد مريض نفسيا، حد مش سوي لا يستطيع ان انا اخرجه للمجتمع. يبقى انا المدرسه ممكن بتنتج لي شخص فعال في المجتمع، وممكن بتديني شخص غير فعال في المجتمع كمان. من صح، ايوه، عشان كده انا بقول الدول المتقدمه فيها شروط للمعلم بتاع المراحل الاوليه تحديدا. كمان كمان المجتمع من العوامل اللي بتؤثر في الصحه النفسيه. المجتمع اعني بيه كل مؤسسات المجتمع التربويه، زي النوادي، زي دور العباده على اختلاف الشرائع، زي المكاتب العلاجيه، زي مكاتب الارشاد، زي المصحات النفسيه. كل دي مؤثرات بتؤثر في الصحة النفسية للفرد كحاجة نهائية، يعني بتؤثر في سلوكيات الفرد. فبتديني يعني أنا مثلا لو في النادي بشوف طريقة التعامل في النادي مع زمايلي، مع المدرب، مع ده، فهيديني في الآخر منتج. دور العبادة، كيفية تعليمي العبادة أو كيفية التعامل معايا في دور العبادة، هل هو بالتخويف والترويع ولا بالتحبيب، ولا بعبد ربنا عبادة حب، ولا بعبد ربنا عبادة خوف. أسلوب القائد أو أسلوب المعلم اللي بيعلمني الدين في دار العبادة بيعلمها لي إزاي، اللي بيديني الموعظة في دار العبادة بيديها لي إزاي. فده ايضا محدد من محددات الصحه النفسيه. كمان مكاتب الارشاد، لو انا عندي مشكله معينه وبروح مكتب ارشاد بعرضها على الاخصائي النفسي، كيفيه توجيه الاخصائي النفسي ليا ازاي. كمان المكاتب العلاجيه او المصحات النفسيه، وخاصه المصحات النفسيه الملحقه بالمدارس، ازاي بتتعامل مع مشكلات الطلبه النفسيه، ازاي بتتعامل مع مشكلات العاملين النفسيه. يبقى انا عندي مؤسسات المجتمع من المفترض كلها انها تعمل علشان تقيني من المواقف السلبيه قبل حدوثها، يعني تخليني تساعدني ان انا اتعايش مع الموقف، تساعدني ان انا اواجه الموقف، تساعدني ان انا اتغلب على رده فعلي ازاء هذا الموقف. الحاجه الثانيه، لو حصل الموقف وما قدرتش اتغلب عليه، المفروض من دور مؤسسات المجتمع سواء مؤسسات العباده او النوادي او المصحات النفسيه او مكاتب الارشاد انها تساعدني كيف اتعايش مع الموقف المحبط اول باول. يعني ازاي اتقبل الموقف المحبط اللي حصل لي واتعامل معاه اول باول قبل ما يتفاقم ويصبح مشكله نفسيه او مشكله سلوكيه. يبقى كل اضطراب سلوكي ما هو الا حصيله تراكميه لموقف محبط لم يتم التعامل معاه. كذلك الصحه النفسيه حصيله تراكميه لموقف محبط تم التصدي ليه او المساعده على التعايش معاه وتقبله. احنا كده اخذنا فكره او مدخل عن الصحه النفسيه، عرفنا انها فرع من علم النفس بيتعامل مع كيفية تكيف الشخص مع المواقف الحياتية اليومية، وعرفنا انها علم تطبيقي له علاقة بجميع جوانب الحياة، عرفنا ان هو علم نمائي او حالة نمائية او تراكمية من لحظة الميلاد وطول رحلة الحياة، عرفنا ان هو مفهوم نسبي لانه بيرتبط بمحددات نسبية زي الزمان والمكان والسن والحالة المزاجية والمجتمع. عشان كده لما بنيجي نشوف وجهة نظر العلماء لهذا العلم بلاقي ان كل فريق من العلماء تناول مفهوم هذا العلم من جانب غير الجانب الاخر الذي نظر اليه الفريق الاخر. عشان كده تعددت المفاهيم التي تحدد ماهية علم الصحة النفسية. احنا عرفنا العوامل اللي بتؤثر في الصحة النفسية، قلنا الاسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع التربوية والعلاجية.
اتمنى ان القاكم على خير ان شاء الله، واتمنى ان احنا نكون استفدنا من الجزء الاول من المحاضره.